بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة ثقافة قانونية. موضوع حصة اليوم إن شاء الله كتمحور حول إحدى أهم النظريات في تاريخ تفسير السلوك الإجرامي، ألا وهي نظرية العالم الإيطالي لومبروزو المسماة بالنظرية اللومبروزية أو النظرية ذات المذهب الفردي. يعتبر الطبيب الإيطالي سيزار لومبروزو من أشهر وأهم العلماء الذين اهتموا بالجريمة والسلوك الإجرامي على أساس علمي سليم، حيث أسس المدرسة الفردية المسماة بالمدرسة اللومبروزية، وقد ساعده عمله واختصاصه كأستاذ للطب الشرعي والعصبي بجامعة تورينو الإيطالية، وكطبيب بالجيش على القيام ببحوث كثيرة ومعمقة لمعرفة ما يتميز به المجرمون عن غيرهم. وقد خلصت أبحاثه إلى تأليف كتاب الرجل المجرم، وذلك سنة 1896. إذن ما هي النتائج التي توصل إليها العالم لومبروزو من خلال دراساته لاكتشاف أسباب تفسير السلوك الإجرامي؟ وما هي الانتقادات التي تعرضت لها نظريته في شرح وتفسير السلوك الإجرامي؟ لكن قبل ذلك أدعوكم لدعم القناة عن طريق الاشتراك والمشاركة والإعجاب بالفيديو، ونلتقي بعد هذا الفاصل القصير، وشكرا لكم كثيرا. كان لومبروزو طبيبا بالسجون الإيطالية ومديرا بمستشفى الأمراض العقلية وأستاذا للطب الشرعي والأمراض العقلية في مدينة تورينو الإيطالية. ساعدته وظيفته في الجيش على ملاحظته بعض المميزات الخاصة لدى الجنود الأشرار كالوشم والرسومات المشوهة التي لم تكن موجودة لدى الجنود العاديين. ومن هنا بدأ تفكير لومبروزو في فرضية عمل على البحث فيها عبر مراحل مختلفة ومتكررة من دراساته المتعددة وفحوصه التي أجراها على الجنود وجماجم من أعدموا ونزلاء المؤسسات العقابية، حيث انتهى إلى فكرة أن الإنسان المجرم يختلف عن باقي البشر بتكوينه الجسدي والعضوي والوراثي، وأن الإنسان المجرم يتميز بعيوب خلقية بالتكوين الجسماني الداخلي لا توجد لدى غيرهم. فالمجرم في نظر لومبروزو شاذ التكوين، يتميز بعدم انتظام جمجمته وبضيق جبهته وضخامة الفكين وشدود في تركيب الأسنان وبروز عظام الفخذين واعوجاج على مستوى الأنف وطول أو قصر غير عادي في الأذنين والأطراف أو الأصابع، كذلك كثافة شعر الرأس والجسد وقصر القامة. كما انتهى لومبروزو إلى أن الإنسان المجرم يتميز كذلك بصفات نفسية خاصة، منها وجود خلل في التكوين النفسي مثل ضعف الإحساس بالألم وغلظة القلب وقسوة المشاعر وانعدام الشعور بالخجل، هذه الأمور التي تؤهله إلى ارتكاب الجريمة
بكل سهولة. وقد استدل لومبروزو على هذه الصفات النفسية من خلال ما لاحظه من كثرة الوشوم والرسوم القبيحة والخالعة التي يرسمها المجرمون على أجسادهم. وقد انتهى لومبروزو من دراساته إلى القول بأن المجرم هو إنسان غير سوي وشاذ في تكوينه الجسدي والنفسي، يختلف عن غيره من الناس العاديين، مما يجعله شخص مطبوع بالولادة على سلوك الإجرام، وأنه شخص توقف نموه الطبيعي في رحم أمه وبقي في حالة بدائية تكون أقرب من الإنسان المتوحش العاجز عن إدراك القوانين التي تنظمه. ومن ثم فهو يستجيب لغرائزه الحيوانية عند ارتكابه للأفعال الوحشية. وعلى هذا الأساس قال لومبروزو بأن المجرم هو شخص مغلوب على أمره، لأنه طبع على الإجرام، فهو مجرم بالفطرة أو مجرم بالميلاد. وفي مرحلة من مراحل البحوث العلمية التي قام بها العالم لومبروزو، لاحظ أن هناك طائفة من المجرمين لا يمكن إدراجهم ضمن طائفة المجرمين بالميلاد، حيث أشار في الطبعات التالية لكتابه إلى وجود طوائف أخرى، منها نموذج المجرم الصرعي، حيث أثبت سيزار لومبروزو وجود علاقة بين الإجرام ومرض الصرع. وقد توصل إلى هذه النتيجة حين قام بفحص أحد الجنود الإيطاليين عقب ارتكابه جريمة قتل، وكان قد التحق بالجيش عدة سنوات لم يرتكب خلالها أي سلوك غير مشروع أو سلوك إجرامي، ولكن بسبب سخرية زملائه منه أطلق النار عليهم فقتل 8 منهم وسقط فاقدا للوعي 12 ساعة، وحين أفاق لم يتذكر شيئا عن جريمته. وحين شرح لومبروزو جثته اكتشف أنه يعاني من مرض الصرع ويتميز ببعض الصفات الوحشية، فأدخل تصنيف المجرم الصرعي ضمن تصنيفات المجرمين الأخرى. وبما أن نظرية لومبروزو قد اعتمدت على الحتمية البيولوجية في تفسير السلوك الإجرامي، فقد تعرضت نظريته هذه لعدة انتقادات تتجلى أساسا في: أولا، هذه النظرية لم تجري أو تجرى على مجموعة كافية من المجرمين حتى يتم بذلك التعميم بشأنها. ثانيا، تشبيه المجرم بالإنسان البدائي المتوحش لا يستند على أسس علمية متينة، لأن علم الأنثروبولوجيا لا يزال يبحث إلى حد الساعة ويجمع المعلومات حول الإنسان البدائي، وكذلك لأن المجتمع البدائي لم يكن جل أفراده من المجرمين. ثالثا، هذه النظرية قد أغفلت أي دور تقوم به العوامل الخارجية المحيطة بالفرد في دفعه على ارتكاب الجريمة. رابعا، أن التسليم بفكرة أن المجرم بالميلاد فهي تهدم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. أحبابي في الله، إلى هنا نكون قد انتهينا من حصة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حصة قادمة بحول الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وخصوصا الضغط على إعجاب، وشكرا لكم جزيل الشكر، وإلى اللقاء بحول الله وقوته.